أهلا وسهلا بكم لدرس جديد سنخصصه للحديث عن جديد الإصدار القادم من واجهة XFCE. هذه الواجهة هي التي أستخدم في أغلب الدروس التي أقدم، لكن عنها عن الواجهة بحد ذاتها لم أقدم سوى درس وحيد، هو الدرس الخاص بالجماليات. أنصحكم بمتابعة ذاك الدرس الذي هو أيضا على شكل فيديو، ستجدونه في المجمع وفي قناة المجمع على يوتيوب. من خلاله يمكنكم التعرف على هذه الواجهة، لمن هي موجهة وما هي إمكانيات التخصيص الموفرة فيها. الواجهة باختصار موجهة لمن له جهاز قديم أو لمن يركز على السرعة وأيضا الجمالية وإمكانية التخصيص في النظام الذي يريد أن يستخدم. في الدرس يمكنكم الوصول للشكل الذي أستخدم حاليا. نحن سنركز في هذا الدرس على جديد الإصدار القادم من هذه الواجهة، الإصدار الذي سيحمل الرقم 4.12. حاليا الإصدار المستقر الأخير هو الإصدار 4.10 في توزيعات لينكس من 16 بواجهة XFCE، فالإصدار هو 14. نفس الشيء في توزيعات أخرى كتوزيعات كوبونتو، فالإصدار الذي تستخدم هو الإصدار 14. الإصدار 4.12 كان من المقرر أن يصدر في 10 مارس 2013، لكن تطويره لم ينتهي بعد، لذلك قرر المطورون أنه سيستمرون في المرحلة التطويرية إلى أن يصبح الإصدار جاهز، ومن بعد يعلنون عن صدوره. نحن سنرى ما الجديد في هذا الإصدار لحد الآن، حيث سنبدأ بجديد سطح المكتب، حيث حين نقوم بالضغط يمين والدخول لإعدادات سطح المكتب نلاحظ أنه تم تغيير الإعدادات بشكل كلي، حيث نجد هنا الخلفيات، هنا إمكانية إظهار الخلفيات من مجلد المنزل أو من مجلد الصور أو أي مجلد آخر من القرص الصلب، ولدينا أيضا إمكانية تغيير الخلفية كل مدة معينة ثواني، دقائق، ساعات، أو عند بدء التشغيل، أو كل ساعة، أو كل يوم، أو زمنيا، ونحدد هنا الزمن يدويا. لدينا هنا إمكانيات تحديد هل التغيير بين الخلفيات سيكون عشوائي أو الواحدة تلو الأخرى، ولدينا أيضا إمكانيات تطبيق إعدادات سطح المكتب على سطح المكتب الحالي أو على كل مساحات العمل، كل أسطح المكتب. أنا أستخدم 4 مساحات عمل أو 4 أسطح مكتب، هذه هي مساحة العمل التي أستخدم، وتلاحظون أنه لكل سطح مكتب خلفيته الخاصة به، لهذا فأنا لم أقم بتفعيل هذا الخيار. لو قمت بجر أو نقل هذه النافذة إلى سطح مكتب آخر على هذا الشكل، تلاحظون أن المجلد الخاص بالخلفية تغير تلقائيا لو قمت بإعادته، فالإعدادات هنا تتغير تلقائيا على حسب سطح المكتب الذي تتواجد به. إعدادات أخرى خاصة بالقوائم، حين تقوم بالضغط على سطح المكتب بزر الفأرة اليمين، فهذه الأشياء التي تظهر هنا يمكنك التحكم فيها من القوائم. هنا لدينا إمكانية عرض قائمة التطبيقات في هذه القائمة، لو قمت بتفعيله والضغط يمين فتلاحظون أنه تم إضافة هنا خيار التطبيقات، ومنه يمكن الدخول للبرامج المثبتة أو الإعدادات. هنا الأيقونات لمن يريد أن يظهر أيقونات على سطح المكتب، هذه أشياء كانت أيضا متوفرة في الإصدار 14. بالنسبة للشريط الذي يكون في الأعلى أو في الأسفل على حسب التوزيع التي تستخدم، لأن كل توزيع يكون لها تخصيصها بالنسبة للواجهة، فما لاحظت هو هنا احنا نضغط على الساعة يظهر اليومية خاصة بالشهر. في الإصدار الأخير على حسب ما قرأت ستنضاف أيضا إمكانية تغيير المنطقة الزمنية. الآن سندخل إلى إعدادات النظام ونستعرض بعض الإعدادات التي لاحظت تغييرت فيها. بالنسبة لسطح المكتب هو الذي كنا فيه قبل قليل، تغيير الخلفيات وما به من إعدادات. ما لاحظت من تغييرات مثلا في تضبيطات لمدير النوافذ، ففي التنظيف لاحظت هنا أن خيار فاعل مزج العرض كومبوزيتور يأتي مفعل افتراضيا، وهذا الخيار مهم لمن يريد أن يستخدم شريط مثلا كداكي أو بلانك أو أداة للجماليات كأداة كانكي، فيلاحظ أنه يكون لها خلفية سوداء أو إطارات سوداء، يجب تفعيل هذا الخيار كي تصبح شفافة، والخيار أصبح مفعل افتراضيا في الإصدار الحالي، الإصدار التطويري من 4.12. هنا بعض الإعدادات الأخرى لا أعرف بالضبط هل هناك أشياء جديدة فيها، لأني لا أتذكر بالضبط ما كان في الإصدار 14. بالنسبة للأجهزة ووسائل متنقلة، فهنا يمكننا التحكم في وحدات التخزين، وسائل متعددة، أقراص صوتية، أقراص فيديو، أو مشغلات موسيقى محمولة، كاميرات، هنا بوكيت بيسز، تابعات، أجهزة الإدخال كجهاز لوحي فأرة ولوحة المفاتيح، هذه كل أشياء يمكن أن نتحكم فيها، يمكن أن نتحكم بما يحدث حين نقوم بوصل أحد هذه الأجهزة بجهازنا. أشياء كانت على ما أعتقد في الإصدار 14. أيضا بالنسبة للعرض تم تحسينه هنا
يتعرض تلقائيا على الشاشة، وهنا تلاحظون في الأسفل عرض حاسوب محمول أنه تعرف على الجهاز لأنه جهاز محمول. بالنسبة للوحة المفاتيح لاحظت إضافة خيار التخطيط فيها، شيء مهم لمن يريد أن يضيف لغات إدخال أخرى يمكنه إضافتها من هنا، وهنا يمكنه تحديد زر أو تجميع أزرار التنقل بين اللغات. في الإصدار 14 كان يجب إضافة ملحق لشريط ومن خلاله يتم إضافة لغة إدخال وتحديد تجميع أزرار التنقل بين اللغات. لدينا هنا إعدادات أخرى، اختصارات لوحة المفاتيح، وهنا سلوك لوحة المفاتيح. بالنسبة للفأرة هذه هي إعداداتها، أيضا يمكن التحكم في سماتها من هنا. وبالنسبة لمدير الطاقة أيضا لاحظت أنه في إعدادات أكثر، إعدادات عامة، إعدادات خاصة بالجهاز حين يكون على الكهرباء أي موصل بالكهرباء، وحين يكون على البطارية أي يكون منفصل عن الكهرباء، إعدادات متقدمة. أشياء أخرى لم ألاحظ فيها تغييرات كثيرة. بالنسبة للمظهر فلا زال كما كان، نمط، أيقونات، خطوط وإعدادات هنا. بالنسبة للتطبيقات المفضلة فيمكن من هنا تحديد متصفح الويب وقارئ البريد الإلكتروني وأيضا مدير الملفات ومحاكي الطرفية التي نريد أن تكون افتراضية بالنسبة لنظامنا. والآن نمر للجزء الأخير الذي سنخصصه للحديث عن متصفح الملفات، متصفح ملفات الخاص بواجهة XFCE ومتصفح الملفات الثنائي. الآن هو في الإصدار 1.6.3. من الأشياء الجديدة التي في هذا الإصدار التبويب، كان أضيف في الإصدار 1.6.2 تبويبات، يمكن إضافة تبويبات كما نريد للمتصفح. لدينا أيضا إمكانية إضافة ملفات إلى المفضلة هنا عن طريق جرها فقط، تنضاف هنا إلى المفضلة، والضغط يمين يمكننا من الدخول إلى الأجهزة أي أجزاء القرص الصلب والأماكن المفضلة والشبكة ما يوجد، أي كل ما يوجد هنا. هنا يمكننا أن نظهر اللوحة الجانبية على شكل اختصارات أو على شكل تشجر على هذا الشكل. بالنسبة للإعدادات فلا زالت كما هي، تفضيلات، يمكن من هنا التحكم في العرض، في الشريط الجانبي، في السلوك، وهنا إعدادات متقدمة. أنا ما أعتقد كانت هذه هي أهم الأشياء التي لاحظت في الإصدار التطويري من واجهة XFCE 4.12. من يريد تثبيت هذا الإصدار فيمكنه إضافة مخزنه على التوزيعات الديبيانية بالطريقة التي سأضع في الدرس الكتابي. ومن يريد أن يستخدم هذه الواجهة كواجهة رسمية لنظامه فيمكنه أن يستخدم إحدى التوزيعات التي تستخدم واجهة XFCE كتوزيعات كزوبونتو، توزيعات لينكس مانت، وتوزيعات مانجارو. هذه من التوزيعات الجيدة التي تقدم واجهة XFCE بشكل جد ممتاز. بهذا أكون انتهيت من هذا الدرس، ونلتقي في درس قادم إن شاء الله. إلى اللقاء.